حياكم الله. العبادي يدعو التحالف الدولي إلى الاهتمام بضبط الحدود مع سوريا وتحرير الموصل، يترنح بين موقف حكومي وحكومة محلية معزولة. أزمة كردستان الرئاسية تتفاقم مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، والبنك المركزي يصر على مزادات العملة رغم أزمة السيولة والاقتصاد. رئيس مجلس النواب يلفت إلى إدارة دوائر حديثة والتي لابد لها من مزاولة عملها من داخل المدينة الصامدة بحسب قول سليم الجبوري. هذا وغيره بنيوز روم، ابقوا له. رئيس البرلمان يدعو الدوائر إلى مزاولة عملها من داخل مدينة حديثة والاهتمام بعوائل الشهداء. مستقبل تحرير الموصل يترنح بين إرادة الحكومة الاتحادية وأمنيات الحكومة المحلية المعزولة. سياسة البنك المركزي في بودقة الأزمة ومزادات العملة مستمرة. رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع النظير الأسترالي مانكولم تورين بول دعا إلى ضبط الحدود بين العراق وسوريا لدعم الجهد الدولي، موضحا أن ذلك من خطوات الانتصار في المواجهة مع عصابات داعش الإرهابية. نحن في العراق الحمد لله في خطواتنا أو الأخيرة لتحرير كل أراضينا من داعش. انتصارات الرمادي كانت انتصارات بطولية من قبل القوات العراقية، وقوف تحالف دولي معها وكل المخلصين، واليوم تطهر الرمادي بالكامل ونهيئ الأمور لعودة المواطنين بعد أن نوفر الخدمات الأساسية، وأيضا ننزع جميع الألغام والمتفجرات اللي زرعها داعش الإرهابية في الرمادي لعودة المواطنين إلى الرمادي. هذا مثال يحتذى به لتطهير كل أراضي وكل مناطق الأنبار، وثم نذهب إلى الموصل لتحرير نينوى بالكامل من خطر داعش. هناك مشاكل ستحصل بالتأكيد على الحدود الفاصلة بين العراق وسوريا، تعرفون الجانب الثاني في الجانب السوري من الحدود تحت سيطرة داعش في الوقت الحاضر، لهذا علينا أن نحصل على كل دعم دولي من التحالف الدولي للوقوف مع العراق في مسألة ضبط الحدود بين العراق وبين سوريا، ونحتاج إلى جهد دولي لإيقاف انتقال الإرهابيين من سوريا إلى العراق وبالعكس، وايضا فيما يتعلق بالعمليه السياسيه في سوريا يحتاج الى جهود اخرى وجهود مستمره لان تكون هناك حل سياسي في سوريا، لان هذا يساعد في القضاء على داعش والقضاء على كل الجماعات الارهابيه. لدى زيارته الى قضاء حديثه في الانبار اشاد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالانتصارات التي حققتها القوات الامنيه في القضاء، واكد على ان عشائر المحافظه لن تنكسر. الجبوري دعا إلى رعاية عوائل الشهداء الذين قدموا أغلى ما لديهم، ودعا أيضا الدوائر إلى مزاولة عملها الحقيقي داخل القضاء وليس خارجه. الآن واقفين على سد حديثة. هذا النتاج هو نتاج جهود المقاتلين الأبطال الشجعان وشيوخ العشائر والمتطوعين اللي ساندوهم وقفوا معاهم. الحقيقة الدماء اللي سالت هي دين في ذمة كل العراقيين تجاه من دافع عن العراق ودافع عن حياض العراق. الحقيقة رسالتنا هي رسالة تضامن. معنويات العراقيين أجمع في بغداد وفي كل المحافظات تنطلق من معنويات الشجعان الأبطال اللي واقفين دا يحمون السد، واللي واقفين دا يخوضون معارك لحد هذه اللحظة في سبيل تطهير كل مناطق الأنبار وبعد ذلك مناطق نينوى وكل العراق. جزء من مسؤوليتنا، جزء من التزامنا أن نقف معهم ونتقدم لهم بالشكر والثناء والتقدير على الحقيقة ما قدموه من دفاع عن الوطن، عن حياض الوطن، عن الدماء اللي سالت الحقيقة، واللي لابد لكل عراقي هذا اليوم أن يعترف بهذا الفضل الكبير. الحمد لله الآن مساحة كبيرة من أرض الأنبار حررت وطهرت. مشاهدي الكرام، الحديث عما يجري في الأنبار وأيضا التأكيد على حديث رئيس البرلمان، تنضم معي هنا في الاستوديو النائبة عن محافظة الأنبار السيدة زيتون الدليل.
بغداد وهاي الأنبار. يا أهلا وسهلا. تفضل. يلا بعدهم نفس الشيء مهم أمامك. بس حتى نصحح المعلومة عن نعم. عن عن بغداد. عن بغداد. أي بس مثل ما تحدثنا هم نعم. بعد نعم. شيء مهم. الحديث يدور الآن على إنه كل سياسي معني بالمحافظة ما يأخذ دوره. قضية مقصودة لو أكمن يمنحهم حتى عودة الدوائر مثل ما تحدث رئيس البرلمان. هو اليوم مفروض أنه يعني كل الدوائر وكل النازحين وكل الأجهزة الخدمية واستنفار تام لهذه المحافظة. إحنا اليوم نريد المواطن يأخذ دوره. طيب. يعني طالما كان المواطن يعني يطالب الحكومة بأشياء كثيرة، ولكن اليوم الحكومة تطالب المواطن أن يقدم جهده ويقدم عطاء أو بذله في سبيل أن يعيد الحياة إلى محافظاته. بس أكو قضية المشكلة الأمنية نعم. المواطن شو راح يحل؟ المشكلة الأمنية طبعاً إحنا اليوم. لا هي المشكلة مشكلة الأنبار مشكلة أمنية بالتالي نعم. المواطن شو راح يسلم نعم. على حياته نعم. ويأخذ دوره؟ نعم. هسه أوضح لك الموضوع. الموضوع طيب. أنه اليوم القوات الأمنية قوات المسلحة قامت بجهد يعني وسجلت يعني أروع ملاحم وأروع بطولات في سبيل تحرير هذه المحافظة. طيب. المحافظة لم تحرر بالهين، يعني مقاتلين أبلوا بلاء حسنا ويعني سالت دماء طاهرة وزكية في سبيل يعني هذا النصر وفي سبيل تحقيق هذا النصر. اليوم اللي مطلوب من عندنا أولا أن تكون هذه المناطق يعني مشغولة بحيث لا يكون بها فراغ، وهذا الفراغ يسبب لنا فراغ أمني ويسبب يعني خلايا تواجد خلايا في المناطق هذه المحررة. اليوم الجهد إلى قوات الحشد، الحشد العشائري. المفروض أنه الحشد العشائري عندما يخرج الجيش يحرر هذه المنطقة أن تمسك الأرض القوات الحشد العشائري اللي هم أهالي هذه المحافظات وأبناء، لأنه تركها في هذا الموضوع سيكون بيه خلل. بعدين هذه الأفواج العشائر تحدث عن أمور نعم. افتراضية نعم. بعد ما يخرج الجيش بعد ما كذا. اليوم رئيس البرلمان يدعو إلى أنه اللي موجودين بحديثة ماكو دائرة بحديثة، بالتالي زين ليش عشائرها تقاتل وتواجه وتصد أي هجوم؟ بالتالي الحكومة إذا كان المحلية والمركزية ما مقدمت لهم بسط شيء، خلي الدوائر ترجع حتى يطون رسالة اطمئنان للناس. طبعا هي يعني منطقة حديثة وبروانة هذه المناطق اللي صارت بها المعارك، النزوح كان بها مو كبير جدا، مو مثل الأنبار كان نزوح، بحيث انه الدليل على هذا انه نفس العشائر هي اللي صدت هجومات داعش، نفس ابناء العشائر البنمر والجغايفة وكلهم هم ابناء العشائر، هم اللي صدوا. اني زرتهم في المستشفيات يعني في ذاك الاسبوع المضى عندما كان الهجوم على بروانة، يعني زرنا جرحاهم قالوا انه احنا حتى اسلحة ما عندنا، أخذنا الأسلحة من الدواعش أثناء مواجهتنا لهم، سيطرنا على بعض الأسلحة وبعض المعدات وبعض الآليات من عندهم. بس الواقع يفرض أنهم خالد دائما خليهم بالمواجهة بدون دعم. نعم، وبدينا نحاربهم بالأسلحة اللي أخذناها من عندهم. فهي اليوم مسؤولية الحكومة أولا أن تسلح أفواج العشائر تسليح جيد، وكذلك أن تضيف أعداد أخرى إلى أفواج العشائر، لأنه الأعداد الموجودة اليوم غير كافية. إحنا اليوم ندعو أهالي هذه المحافظة الأنبار حديثة كل المحافظات أن يلتحقون شبابها ورجالها كلهم بأفواج العشائر في سبيل أن يمسكون أرضهم وأن يهيئون هذه المحافظة حتى عمل الخدمات زين. أن يشاركون بها. بعد أحد يظل لهم؟ نعم. يظل ولد العشائر اللي تحدثت عنهم حضرتك أنه لازم يلتحقونك، بعد أحد يظل لهم هاي الحكومة كذا الحكومة توجهاتها؟ لا مستحيل، بعد هذا الموضوع ما راح يكون نهائيا، لأنه هم يعني شافوا واقع الحال، شافوا أنه الإرهاب من دخل إلى محافظاتهم إلى شنو اللي جاب لهم يا جالب لهم الموت والخراب والدمار، وكشفوا هذا المخطط الإجرامي لداعش ومن لف داعش. طيب. قبل كان تنظيم القاعدة عندما دخل إلى هذه المحافظات، وجانا داعش والابن الغير شرعي لتنظيم القاعدة ووجه الآخر من وجوه. شو اللي ما خلاهم يتعظون؟ يعني ما جربوا القاعدة ويعرفون داعش هي الوجه الثاني للقاعدة، لكن أيضا تسلمت لا المحافظة. لا أعتقد بعد أنه أكو إنسان عاقل يوصل بمحافظته يوصل ببلده إلى هذا المستوى من الدمار وهذا القتل. اليوم احنا نطالبهم كل رجال وكل شباب يعني محافظة الأنبار حتى أن يتركوا مخيمات النزوح في بغداد وفي الإقليم وفي أي منطقة أخرى، ويلتحقون بمناطقهم ويجون حتى يحفظون الأمن بها، وحتى أيضا يساهمون في إعمارها وفي المشاركة في إعمارها. زين هسه الموضوع ممكن نتحدث عن الإعمار لو بعد وقت. اليوم الإعمار هو طبعا السيد حيدر العبادي يعني أمر بتشكيل لجنة من بعض الوزارات اللي هي معنية الكهرباء الإسكان بلديات بمستوى وكيل وزير، ولكن لحد الآن ما تسمت الأسماء لهؤلاء الوكلاء وأنطاهم صلاحيات كاملة. وهؤلاء هذه اللجنة راح تتصل في المحافظ بالمحافظة في سبيل يعني طرح المشاريع، يعني أنا حسب ما عرفت أنه الكهرباء مدمرة بالكامل. يعني هذا الكلام جيد ممكن سهل نعم. يتطبق بأيام نعم، لكن الفلوس
طبعا الحكومه هي معنيه يعني بهذا ظل هذا بهذا الوضع طبعا يعني اللي تتحدث عن الاقتصاد يعني في موجودات اكو موجودات ولو على شكل بسيط يعني نقدر نوفر الكهرباء والماء والخدمات الاساسيه ونترك المواضيع الاخرى الى حين توفر المبالغ اللي مطلوب من عندنا ان توفر. ممكن ايضا بنفس الوقت تتحدث عن عوده النازحين؟ ضروري جدا عودة النازحين، ولكن اليوم اكو يعني جهد هندسي في سبيل إزالة الألغام وإعلان المنطقة منطقة خالية من الألغام لكي يعني حتى نأمن على حياة العوائل وعلى حياة الناس اللي يدخلون هذه المحافظة. احنا اليوم نطالب السيد حيدر العبادي بالتجهيز وتسليح يعني الحشد العشائري في سبيل ان يمسك الأرض ولا يترك ثغرة بعد ان يخرج الجيش. يعني الجيش قدم وأبلى بلاء حسنا، لنضيع هذه الجهود وهذه البطولات وهذه الدماء اللي طيب. سالت وهؤلاء الشهداء. هذا النصر ما اجى بالشيء الهين، اجى بتضحيات كبيره جدا في سبيل انه لا نضيع هذه التضحيات. اليوم يجب ان يكون هذا الحشد مجهزا بالاسلحه الجيده وباعداد ايضا ناسب يعني حجم هذه المحافظات ومساحتها الجغرافيه. طيب اكيد اسمحي لي ان اشكرك النائبه زيتون بن يمين، شكرا جزيلا. حياك الله. دعا أمير الجماعة الإسلامية الكردستانية علي بابير الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيم مسعود بارزاني إلى اتخاذ الخطوات لمعالجة المشاكل التي يعيشها إقليم كردستان. قال بابير في كلمة خلال مؤتمر شباب الجماعة الإسلامية الكردستانية الذي عقد بالسليمانية أننا لسنا مسؤولين عن سوء الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان وأن المسؤولين عن هذا الوضع هم أصحاب القرار. قدم رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد مقترحا بشأن حل أزمة رئاسة إقليم كردستان تتضمن إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة الإقليم والبرلمان معا في حال عدم التوصل إلى حل لمعالجة الأزمة. اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أن الحشد الشعبي ما يزال ضرورة لحين بناء جيش قوي قادر على حماية العراق، وأشار إلى أن حجم الرفض والاستنكار لما جرى في ديالى يبين مستوى الوعي الذي وصل له المواطن العراقي. والحديث عن أحداث الديالى التي أخذت أبعاد أكثر وما زالت مستمرة ينضم معي عبر الأقمار الصناعي من بغداد السيد محمد عثمان الخالدي القيادي في متحدون للإصلاح. مساء الخير سيد محمد. أهلا وسهلا بك وبقناة الرشيد الكريم. حياك الله. راح أبدي من الأخير حتى نلقى حل، نوضع عيدنا على المشكلة، من اللي وراء خروقات الديالى المتكررة؟ إذا تحدثنا عنها فهي خروقات نوعية، لو اغتيالات لو تفجيرات في أسواق شعبية. يعني قبل ما ندخل بالتفصيل، هو معرفة ديموغرافية محافظة ديالى اللي هي تعاني مشاكل قومية في شمالها ومشاكل طائفية في جنوبها، وأيضا الحدود الإدارية لمحافظة ديالى اللي هي إيران والسليمانية وكركوك وصلاح الدين وبغداد. أيضا العوامل المؤثرة في محافظة ديالى هي ثلاثة عوامل: العوامل العالمية اللي هي تمثل وضع العراق بشكل عام، وأيضا الأطماع الإقليمية في هذه المحافظة، وأيضا الخلافات أو الأطماع السياسية لدى الكتل السياسية في السيطرة على مناطق هذه الديالة، مناطق محافظة الديالة. طيب. من أجل العمل الانتخابي أو العمل السياسي. محافظة الديالة الحقيقة يعني الوضع فيه شائك جدا، وحاولنا خلال الفترة الماضية إيجاد الحلول لها. شكلنا لجنة، أنا شخصيا اشتركت في أكثر من 25 لجنة، ولكن وصلنا إلى حلول، وصلنا إلى نتائج، وما كانت هناك نية صادقة لدى الحكومة المركزية في حل إيجاد حلول لما يجري في محافظة ديالى. أنا أحمل الحكومة المركزية. زين هالسالفة، بس اسمح لي سيد محمد قبل ما تحمل الحكومة ما جرى في محافظة ديالى سابقا وحاليا. سيد محمد اسمح لي، أنت من تقول مشاكل قومية بالشمال يعني مشاكل كردية عربية، وبالجنوب مشاكل طائفية مشاكل سنية شيعية، بس احنا بعد ما نقدر اذا ما نسمي الاشياء مسمياتها، بالتالي ليش تحمل الحكومة المركزية وليش ما تلقى الحل من الداخل؟ ليش ما تلقى هذا الحال انه ابعد من هاي القضية، تخلي الاكراد انه انتوا وين حدودكم، وتخلي اهل ديالى هم اللي يتصافون بالموضوع؟ يعني هذا يتدخل به الحكومة المركزية، يعني الامور هذه هي من صلاحية الحكومة المركزية اولا. ثانيا، الحكومة المركزية تدخلت في الفترة السابقة في محافظة ديالى في تغيير ديموغرافي لدوائر الدولة، دوائر مدنية، دوائر عسكرية، يعني أدى إلى وجود فجوات كبيرة. احنا ردنا نحاول
انه نلقي يعني حلول لهذه لما جرى في محافظة ديالى منذ الفترة السابقة. يعني محافظة ديالى مو مستقرة سياسيا نهائيا، يعني كل دورة انتخابية ترى ان هناك 4 محافظين أو 5 محافظين يعني في تبادل في من خلال الخلافات السياسية الموجودة. ابد ما شفنا استقرار، ولحد الان يعني مرات نشوف محافظين يداومون ولا يوجد هناك رادع لهؤلاء الناس. مجلس ما سميت ليهم إدارة ضعيفة. واني سيد محمد بس إذا أسمحت لي من البداية قلت لك اعطيني من وراء هاي الخروقات، قلت لك قبل ما أدخل لك بالتفاصيل اعطيني التفاصيل. أنت قلت ماكو رادع لهاي يعني الناس، اعطيني من اللي منه الرادع علما منه هاي الناس. طبعا انت تعرف الصراعات الموجوده هي صراعات بين الميليشيات، وايضا يعني بين كان هناك داعش موجود في المنطقه عبث بمحافظه ديالى في تلك الفتره. في شمال ديالى هناك يعني الاحزاب المتنفذه، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي هو الان هو مسيطر على منطقه جلوله ويمنع الناس من العوده الى هذه الناحيه بحجه وجود داعش من هالقبيل. هذا اكثر من 20,000 عائله موجوده في خانقين الان هم خارج في جلوله، خارج المحافظه، خارج الناحيه مهجره بسبب احتلال داعش لهذه الناحيه. ايضا السعوديه هي الان تحت سيطره حكومه ديالى التي هي عدد نفوس اكثر من 10,000 عائله، لم ترجع الى الا 10,000 عائله. في العظيم هناك اكثر من 10,000 عائله مهجره لم يرجع ولا عائله منها. طيب ورا هذا الكلام اكو محاوله تغيير ديموغرافي بالمحافظه؟ نعم تغيير ديموغرافي في المحافظه، وانا انطيتك قلت لك اكو 3 مؤثرات، مؤثرات عامه العراق بشكل عام ومؤثرات إقليمية إيران وأتباع إيران وجهات الطائفية الأخرى، وأيضا مؤثرات قومية. يعني المناطق المتنازع عليها في ديالى هي تقريبا 40% من المناطق من محافظة ديالى. يعني هناك صراع قومي، صراع طائفي، وهناك يعني عملية سياسية شائكة جدا. من اللي يسيطر على ديالى هسه سيد محمد؟ نعم، من اللي يسيطر على ديالى هسه؟ من صاحب النفوذ؟ النفوذ احنا حسب يعني انت شفت رئيس وزراء راح ما قدر يزور قضاء المقدادية اللي هي سبب المشكلة، رئيس برلمان راح ما قدر يوصل الى قضاء المقدادية، من منحهم؟ القوات الامنية ما مسيطرة، يعني احنا عندنا قوات امنية حشد، ولو نرى ماذا جرى في المقدادية نرى بان هؤلاء هم اقوى من القوات الامنية الموجودة. إذا من الذي مسيطر أستاذ هارون؟ أنت فسر هذا الموضوع. يعني هم الفصائل الحشد منعت رئيس الوزراء ورئيس يعني البرلمان للدخول. يحتاج إلى مراجعة كبيرة من الحكومة ومن الكتل السياسية. سيد محمد، الحشد الشعبي هم اللي منع رئيس البرلمان ورئيس الوزراء من الدخول للمقدادية؟ منو؟ الحشد، أنت تقول الحشد مسيطر، يعني هم اللي منعوا الرئيسين؟ لا أنا أقول القوات الأمنية الموجودة هو القوات الأمنية والحشد الشعبي، مو على أساس هي مسيطرة على ديالى. لا بس خليني أفتهم، بس خليني أفتهم سيد محمد. الخارجين عن القانون هو أقوى من زين من هذه القوات. هذا كلامك بس اسمح لي سيد محمد، بس اسمح لي. نعم، قوات أمنية تمنع القائد العام من القوات المسلحة من الدخول للمقدادي، هاي شلون هاي؟ اكو واحد يمنع القائد من الدخول؟ لا مو قوات امنيه استاذ هارون، احنا انت تقول لي منو اللي مسيطر؟ انت قلت لي القوات الامنيه والحشد الشعبي. والحشد الشعبي هم باعتبارهم هم الجهات الامنيه الحكوميه، ولكن عندما ما يقدر قائد عام القوات المسلحه ورئيس برلمان يزورون الى منطقه ساخنه، من الذي يمنع؟ الخارجين عن القانون. اذا احنا نقول الخارجين عن القانون هم الاقوى في هذه المحافظه. زين هسه خليني اروح ابعد واخذ من عندك تفسير. ذكرت الحشد، ذكرت الخارجين عن القانون، ذكرت الميليشيات. أنا ما دائما اللي أسمع من عندكم إنه يمكن هي تغزون بها جهة واحدة. شلون؟ تغزون بها جهة واحدة، إذا كان الحشد ولا الميليشيات ولا الخارجين عن القانون. يعني إحنا هي مسميات هي اللي الآن اللي يعني فعلت ما فعلت في ديالى، ماذا تسميه؟ تسميه خارج عن القانون، ميليشيات، أي شيء تسميه. صار تفجير إرهابي، كلنا ندين هذا التفجير، ولكن الرد المقابل من الذي فعل؟ استكمل الأمر يعني، ولحد الآن هناك يعني أمس كان هناك اختطاف لناس ويعني منعهم وقتلهم.
هذه أمور يعني ما انتهت، يعني مو الآن، هي من 2005 تعاني محافظة الدجلة ولحد الآن ولم توضع حلول. أنا قلت لك نحن شكلنا لجنة رئاسية عليا من الرئاسات الثلاثة وأنا كنت عضو بي ورجعنا بتفاصيل، ولكن بغداد ما اتخذت إجراءات، والإجراءات كانت بإمكانها أن تحل قضايا. قبل شهرين شكلت لجنة، تشكلت لجنة في مجلس النواب من رئيس لجنة العشائر، وأنا كنت ضمن اللجنة والتقينا بكثير من العشائر وحذرنا الحكومة بأن الأوضاع ستتفاقم في ديالة إذا ما توصلها، وشهر صار نريد نشوف رئيس الوزراء ما شفنا. زين أكو رغم أنه أبلغنا بأن الوضع متأزم في محافظة سيد محمد، أكو من يمنع بغداد أنه تأخذ دورها؟ لو هي قضية مقصودة، قضية مقصودة ما أدري يعني هي ليش يعني شنو فرق محافظة ديالة عن كربلة عن السليمانية؟ شنو فرقها؟ يعني إذا كان هناك نية صادقة لدى الكتل السياسية ولدى الحكومة في بغداد في استتباب، هو يصير لأنه أكو مجموعة سيئة من كل الأطراف، مجاميع سيئة بإمكان الحكومة وتعرفها. واليوم أنا شفت مؤتمر صحفي لرئيس البرلمان كان بيده ورقة قال هؤلاء هم من يعبثون في محافظة الديالة، إذن هؤلاء موجودين، إذن أسماءهم موجودة، بإمكان رئيس البرلمان تسليمها إلى الحكومة والحكومة تنفذ كائنا من يكون. ولكن هل تستطيع؟ ما تستطيع. مو انت يعني مو انت سيد محمد اذا سمحت لي فتحت قضيه اكبر. بعض الخارجين عن القانون يمنعون وزير الداخليه في وصول مكان في بابل اذا سمحت لي، اشخاص يعني في البصره هناك مشاكل. هسه هاي واضحه يعني سيد محمد، بس اذا سمحت لي ضعف الحكومه. زين اذا سمحت لي، انت نائب من فزت بالدوره اللي مضت، كنت نائب عن محافظه دياله، والان تتحدث تقول ما اقدر اشوف رئيس البرلمان اللي هو ايضا فايز عن دياله، ما اقدر اشوفه. بالتالي انتم هسه رئيس البرلمان صار رئيس البرلمان العراقي، لكن هو من نرجع على الاصوات اللي حصلها من دياله، بالتالي انتم ما ماخذين دوركم. استاذ هارون ارجوك ان تركز معايا، انا ما قلت لك رئيس، قلت لك رئيس الوزراء. لا رقيت رئيس البرلمان. رئيس البرلمان شكل لجنه من رئيس لجنه العشائر، احنا توصلنا انه المشكله هو في القضاء، رحنا قدمنا تقرير إلى السيد مدحت المحمود، الرجل وقف معانا وشكل لجنة في إعادة التحقيق في كثير من القضايا. عد ما ردنا نشوف رئيس الوزراء، طلبنا منه رئيس الوزراء، لحد الآن ما شافنا، وقبل شهرين وحذرنا من هذا الشيء، لأنه كثير من الخيرين في ديالة التقوا بينا في بغداد، شيوخ العشائر وجهاء، قالوا بأنه إذا ما توصلون إلى نتيجة ديالة راح تروح في حرب أهلية. وبالفعل يعني احنا قبل شهرين ولحد الان ردنا وقدمنا طلبات لرئيس الوزراء بانه لازم نشوفك، لانه الامر متعلق به. زين قبل ما اختم، انا الوقت بدا يداهم السيد محمد على الاطراف كلها، ولكن مع الاسف ما شفناه. زين قبل ما اختم، شنو اللي تردون تاخذوا رئيس الوزراء؟ شنو اللي عندكم حتى تطلعون من هاي الازمه كلها؟ اكو امور متعلقه بالجهاز التنفيذي، الجهاز القضائي شفناه، الجهاز التشريعي شفناه، الجهاز التنفيذي لازم ينفذ ما ريده اللجنة تريده حتى نوصل إلى نتيجة. إحنا بالنسبة لنا كلجنة كان هناك لقاء مع كل المناطق، يعني إحنا عندنا 23 وحدة إدارية في ديالة وفي 23 وحدة إدارية مشاكل مختلفة، التقينا بكل المكونات في هذه الوحدات الإدارية. طيب. وجمعنا المشاكل وبتقرير، وكان هناك بعض الأمور المالية بإمكان رئيس الوزراء فقط يتصرف به، وبعض الأمور الفنية في تغيير بعض القادة، تغيير بعض المسؤولين الموجودين، ولكن رئيس الوزراء ما قدرنا نشوفه ولحد اليوم. أكيد راح نبقى وياكم متابعين القضية. اسمح لي أشكرك السيد محمد الخالدي القيادي في متحدون للإصلاح. هل سيشهد 2016 تحرير الموصل؟ وهل سيشارك النجيفي في هذا التحرير؟ الجبهة التركمانية تمر بأسوأ حالاتها، تصريحات من داخل الجبهة تدعو إلى مراجعة خطواتها.
طالبت النائب عن دولة القانون عواطف نعمة الحكومة بإيضاح موقفها من مرور 38 شاحنة محملة بالأسلحة الخفيفة من ميناء الفاو إلى أقليم كردستان. النعمة أفادت أن الأنباء تقول أنها هدية من الحكومة الأمريكية للأقليم في وقت أن من المفترض أن يكون تداول السلاح وفق سيطرة الحكومة الاتحادية. قال أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق أن معسكر زيليكان لم يتسلم أي شحنات للأسلحة ولم يستقبل شاحنات محملة بها، وأوضح أن الأنباء التي تحدثت عن قدوم شاحنات الأسلحة من بغداد غير صحيحة. وعلى صعيد المتصل توقع النجيفي أنه سيتم تحرير مدينة الموصل خلال عام 2016، وقال النجيفي أن القوات المتدربة في معسكر زيليكان ستشارك بعمليات التحرير. بالمقابل قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم أن الحشد الشعبي الذي يتزعمه أثير النجيفي لن يشارك في معارك تحرير المحافظة. قال نائب رئيس مجلس نينوى نور الدين قبلان أن الحكومة الاتحادية غير جادة بتحرير نينوى لأسباب مجهولة وقد تكون دوافع سياسية وراءها، مبينا أن الحكومة الاتحادية أعلنت منذ وقت طويل عن تجهيز القوات المحررة لكن لم نرى شيئا على أرض الواقع. وأكد قبلان أن الأجواء لا تشير إلى أن هنالك تحرير سيحصل في 2016. والحديث عن كل ما تقدم ينضم معي هنا في الاستوديو النائب حامد مطلق عضو لجنة الأمن والدفاع البرلماني. حياك الله سيد حامد. من المعقول أنه عام 2016 ما يشهد تحرير الموصل وفق المعطيات الموجودة؟ لا نستطيع أن نحدد، إذا ردنا أن نأخذ الأمور بجدية وبطريقة علمية وصحيحة لا يمكن لنا أن نحدد، وبالنتيجة لا نستطيع أن ننجح في التحديد، وهذا ينعكس سلبا على المجتمع العراقي عموما. يعني العملية في تحرير المدن، يعني الرمادي والأنبار وصلاح الدين والموصل، هي جارية على قدم وساق، سواء من الجيش ومن الشرطة ومن الجهات الرسمية أو من التحالف الدولي أو من المطوعين من أبناء العشائر في هذه المناطق. لا تسمح لي أعطيك معلومة، لكن هذا بالتأكيد يخضع لكثير من الأمور، لا يمكن أن نحدد من الخطأ أن نحدد ولا نستطيع أن نوفي التحديد. بهاي النقطة نقطة التحديد، أنا مو أحدد بس أجهز الأمور أهيئة، وليش أنا قلت لك وفق المعطيات؟ حتى أن طلق تحرير المحافظة كان المفروض الحديث يدور على تحريرها قبل فترة، مو صار لنا سنة ونص، عبرنا سنة ونص بعد المحافظة بيداعش. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن تعلم الموضوع ليس بالأمر السهل، هناك خلافات سياسية بين أقليم كردستان وبين الحكومة المركزية، هناك خلافات سياسية بين السياسيين في نينوى ونفسها، هناك الكثير أيضا من الخلافات حتى مع العراق ومع التحالف في هذا الموضوع. هذا الكلام منطقي ويأثر على المحافظة، منطقي محافظة عندنا كاملة بداعش، ممكن من المنطق أنه هذا الكلام يأثر على أنت تتكلم على المنطق، هذا هو المنطق، المنطق هناك واقع. أنا وياك هاي موجودة، بس إذا سألك أنه المنطق ممكن أن يأثر هذا الكلام؟ اسمح لي أخي الكريم، هناك واقع، يعني هو كلام مو مجازات سياسية ولا كلام عبر الفضائيات، هو واقع، هناك واقع لا بد أن تتعامل معه. يعني لو قلنا أن الموصل سوف تتحرر كما قال البعض في سنة 2016 ولم نوفي بذلك، من نتيجة هذه الخلافات السياسية الموجودة، نتيجة عدم الاتفاق ربما بين التحالف الدولي وبين الحكومة المركزية وعدم تقديم الدعم، بين الخلافات بين القوى السياسية تحرر الموصل أيضا، هذا أمر لا بد أن نصل به إلى نتيجة. الاستعداد يجب أن تكون على مستوى الحكومة المركزية، على مستوى الشرطة المحلية، على مستوى المطوعين داخل الموصل، لكن في نفس الوقت هذه الاعتبارات يجب أن تؤخذ من الخطأ أن نحدد ثم لا نفي، وبعد ذلك يكون إحباط على أبناء الموصل العراقيين. زين هسه أنه أكو تحرير أو ما أكو تحرير، خلينا نتحدث عن الاستعدادات، ليش اللي وصلنا المرحلة بعد سنة ونص مثل ما قلنا أكثر من سنة ونص تحدث عن الاستعدادات مو حقيقية؟ أخي الكريم، لا نستطيع أن نقول أكو تحرير أو التحرير موجود، لكن متى يكون؟ إذا اكتملت الاستعدادات، إذا اكتملت الاستعدادات سوف يكون هناك تحذير. الجيش الآن يدخل في معركة في مدينة الرمادي، لا نعلم الأولوية سوف تعطى للفلوجة أو الموصل لكي يكون هناك تحذير، ولا نعلم أيضا أن ما يعني ما لدى القيادة العامة للقوات المسلحة، القيادة العامة للقوات المسلحة، ما هو البرنامج، ما هي الأولوية، ما هي الاستعدادات. الاستعدادات يجب أن تكون وهي مستمرة أيضا، لكن أنا من وجهة نظري أن أختلف عن الآخرين وأقولها بصراحة وضوح، من الخطأ أن نحدد، علينا أن نقوم بالاستعدادات
وتكون دقيقة، وبعد ذلك عندما تقترب ساعة الصفر يمكن التصريح بذلك. هسه نتحدث ويا صفتك البرلمانية، حضرتك نائب وعضو لجنة الأمن والدفاع، المفروض أنه يكون عندكم معلومات باللجنة عن كل ما يمكن أن يدور، لو خليكم بعيدين عنها. يعني شوف، لجنة الأمن والدفاع هي جزء من البرلمان، واجب الرئيسي والتشريع والمراقبة، هذه الأمور تتبع للجهات التنفيذية، ثم هذه الأمور تخضع لقضايا كثيرة، قضايا أهم وسرية في تحديد ساعة الصفر وفي نوع السلاح، في تحديد المحاور، هذه تخضع للجهات التنفيذية. لكن الشيء المعلوم أن هناك استعدادات على قدم وساق من قبل القوات المسلحة، من قبل الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية، من قبل القوى الأمنية والجهات المعنية، من قبل أيضا المطوعين من أبناء الموصل. لكن من وجهة نظري أقول لا يمكن لنا أن نحدد ساعة الصفر من الخطأ، لأن هناك كثير من العوائق، كثير من الأمور يعني ربما تكون حجر عثرة في تحديد ساعة الصفر، وهذا ربما ينعكس سلبا. رح يبقى هذا الصراع بأطراف المتنوعة، آل النجيفي من جهة، كردستان من جهة، الحكومة الاتحادية من جهة، تركيا اللي دخلت على الخار، الحج الشعبي اللي موجود تقريبا على أطراف الموصل بعد ما وصل البيجي، رح يبقى هذا الصراع، وشو نسبة تأثير على تحرير الموصل؟ هذا سؤال يعني وجيه. الصراع موجود وسوف يبقى هذا الصراع ما دامت الإرادة مسلوبة. أنا تفضلت يعني تكلمت، قلت تركيا لها يعني لها مطالب معينة، إيران لها أيضا مطالب معينة، الحكومة المركزية غير متفقة أيضا، بالقوى السياسية ضمن الحكومة أيضا غير متفقة، هناك أمور كثيرة. هذه الخلافات تنعكس سلبا على الواقع العراقي ما دامت الإرادة مسلوبة، وما دمنا غير موحدين، وما دامت الرؤى أيضا مفقودة، ولا يوجد هناك منهج تقوده جهة واحدة. زين سيد حامد، هو يكررت قضية الإرادة المسلوبة، من اللي سالب الإرادة وشنو الاستراتيجية وراء هذا السلب؟ يعني الإرادة المسلوبة هو المشروع الذي جاءنا بال2003، هو سلب الإرادة، ومزقنا إلى شيعة وسنة وكرد وعرب وكذا وكذا وكذا، بل بدأ داخل العشيرة الواحد، داخل المكون الواحد، داخل حزب الواحد. وأنت تشاهد بأم عينك ما يجري في البصرة العزيزة، هذا أخي الكريم، ما تفسر هذا، ما كيف تفسر ذلك؟ البلد أغنى بلد في العالم اليوم، جولات التراخيص أعطت كل نفط العراق اليوم، كنا سابقا سعر برميل النفط في $7 لا يتجاوز $10، وكنا نعطي البطاقة التموينية لكل عراقي، وكان في العراق 4 ملايين أو 5 ملايين شخص عامل من المصريين، أخوان المصريين أو الفلبينيين أو الآسيويين، ولكن كان العراق عايش لأن كانت إرادته موجودة، وكان يمتلك أيضا ثروته. اليوم ثروتك وين أنت؟ اليوم بلدك جائع، اليوم المصارف مفلسة، الخزينة مفلسة، العراق لا يمتلك يعني ما يمكن من إعطاء عهود عالية لتعطاء الرواتب بعد عشرة أشهر. من كلامك وهاي الصورة اللي موجودة، وأيضا ذكرت أنه الصراع الداخلي، ما عندنا رؤية موحدة داخلية، الرؤية الموحدة الداخلية تشتتت لأنهم تنفيذ وكانوا أذرع لرؤية خارجية. بالتأكيد أخي الكريم، المشروع جاء مزق كل شيء، أصبح العراق ضيعة، إيران تريد مصالح، تركيا تريد مصالح، أمريكا تريد مصالح، دول أخرى أيضا صغيرة كانت ليس لها ذكر أيضا تريد مصالحها، ونحن العراقيين كسياسيين الكثير منا هذا يده في هذا الجانب وهذا عينه على هذا الجانب، والعراق أصبح لا يستطيع يعني أن يفهم من يقوده. اليوم حكومتك المركزية عندها قدرة أن تعطي قرار صائب وصحيح وتقود، الجواب لا. وخير مثال على ذلك ما حدث في المقدادية قبل. زين هو هذا السؤال خلينا أنا أوجهك وجاوبني عليه، من اللي يقودنا؟ من الأكبر تأثير بالعراق؟ اللي أنا من وجهة نظري التأثير الأكبر للعراق هو لإيران ولأمريكا، والتأثير الأكبر للعراق هو للفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب العراقي ووضعوا أيديهم هنا وهنا، وأصبحوا عائق أمام أي إصلاح وأمام أي تآلف وطني وأم أي تفعيل القانون. تقول المحور السني ما له تأثير بالعراق؟ إذا كان بالداخل وإذا كان خارجي. أخي الكريم، أنا أولا عراقي، لا أقول سني أو شيعي، لكن أقول من يتحمل هذا الشيعة والسنة وكل السياسيين العراقيين، وأنا منهم. يعني هل نقول أن السياسيين السنة حتى بالحكومات المحلية مو فاسدين؟ الجواب لا. ما لهم تأثير فيما وصلنا إليه؟ أيضا الجواب لا. أيضا الكثير منهم يرتمي هنا وهناك. إحنا نريد أن نكون، بس هذول إنتاج العالم اللي انتخبتهم يا أخي. صح، لكن الشعب مغلوب على أمره للأسف، وللأسف أيضا هناك من يبيع ضميره من أجل مادة أو من أجل كسب معين.
أو من أجل طموح معين. لذلك أخي العزيز إحنا اليوم ضايعين. ليش ضايعين وتشوفون متفرقين؟ ما متفقين، ما هناك اتفاق. يعني الآن حتى لو جينا على الأخوة الكرد متفقين، الأخوة في التحالف الوطني أيضا متفقين، السنة كلها متفقة. ليش ما متفقة؟ لأن هذا المشروع أصبح أكثر من طاقتنا، ما لم نحس ونشعر بمعاناتنا ونحط كل شيء جانب نظر العراق. الناس صار عندها وعي بكل هذا اللي تتكلم عنه بعد اللي صار كله، صغر ثنتين العراق بيد داعش. يعني عموم الشعب العراقي المنكوب المذبوح لديه الوعي الكامل، لكن من يقود والسياسيين والسراق واللصوص المرتمين والمستفيدين يعوا ذلك، ولكن مصالحهم فوق كل شيء للأسف. طيب هاي الفترة اللي باقية الموصل بيد داعش وباقي الأشهر، نتحدث عن الأشهر القريبة أيضا، ماكو بوادر تحرير، شنو تأثيراتها؟ المحافظة بهذا التأثير بالنسبة لوجودها بالعراق داخل الخريطة العراقية وأيضا موجودة على الناس اللي موجودين. تأثيراتها كبيرة جدا، وإحنا حقيقة أخي العزيز إحنا ما نعرف إيش راح يصير بعد هذه الفترة. يعني الآن المشروع أصبح واضح جدا أمامك. سوريا قبل شهر أو شهرين قامت الدنيا ولا بتقعد عندما دخلت روسيا كفاعل في الجانب السوري. الآن أصبحنا لا نسمع صوت لأمريكا ولا لبريطانيا ولا لفرنسا، سلمت كل سوريا إلى روسيا. هناك إيرانيين يقاتلون في سوريا، هناك عراقيين يقاتلون في سوريا. إذن المشروع أخي العزيز، من يشرف على هذا المشروع اليوم أصبح في مراحل النهائية، والعراق أنا من وجهة نظري جزء من هذا المشروع ونحن مشاركون فيه. هسه السؤال اللي راح ينطرح بعد هذا كلامك، أنه تكون مخاوف أن يسلم العراق والمنو؟ نعم المخاوف موجودة، أنا لا أخفي مخاوفي. إذا لم نعلن، لا هو ضروري تعلنها حتى الناس تفتهم، حتى ممكن نعم ممكن نواجه. أخي العزيز أنا أقول بصريح العبارة لا أخفي شيء، المخاوف موجودة والتقسيم وارد إذا لم نحس ونشعر بالخطر ونوحد كلمتنا من أجل العراق ومن أجل إنقاذ هذا البلد ومن أجل الارتفاع فوق المصالح الشخصية والمصالح الحزبية الضيقة والمصالح الفئوية. ما قلت لي لمن ممكن يسلم العراق؟ يسلم للناس اللي هم مرتمين عند هذا وذاك. هذا يسلم العراق، قسم يروح سنة بجانب، والأخوة الكرد الآن هم مختلفين بيناتهم بجانب آخر، والأخوة الشيعة أيضا الجانب تعرف أنت من يسيطر عليه، والشعب كل العالم يعرف، وهكذا العراق ضح. يعني للأسف أقول، للأسف بمرارة أقول لذلك، لذلك علينا أن نشعر بالخطر ونحس بأن كلنا مذبوحين، ليس فقط السنة فقط، علما أنهم منكوبين متأذين غير أكثر من غيرهم. لأنظر للبصرة العزيزة، البصرة سلة العراق الغذائية ماذا يجري بها؟ هذا امر صح واضح لكل عراقي مستهدف هنا في العزيز. طيب اكيد راح يكون حديث اطول في هذا الموضوع، اسمح لي اشكرك نائب حامد مطلق عضو لجنه الامن والدفاع النيابي، حياك الله. هلا اخوي، شكرا. هلا وين، يا هلا وسهلا، شكرا. قال مسؤول فرع الجبهه التركمانيه في كركوك قاسم قزانشي ان لا احد يستطيع ان ينكر اليوم ان التركمان يمرون باصعب واحلك اوقاتهم في العراق، وطالب القيادات التركمانيه بالحذر مما أسماه الأيادي الخفية التي تعمل وراء الستار وتستهدف الجبهة التركمانية العراقية في المقام الأول من خلال بث روح الشقاق والفرقة بين قادتها. سياسة البنك المركزي في بوتقة الأزمة ومزادات العملة مستمرة. معين النفط ينضب، فأين البديل وما هو الحل؟ نفى سعد الحديث المتحدث باسم المكتب الصحفي لرئيس الوزراء وجود أي تغييرات جديدة حكومية تخص دمج وزارات أو تكليف وزراء جدد. طالبت وزارة الصناعة والمعادن وزارة المالية بصرف رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي لعام 2015 المتأخرة، وذكر بيان للوزارة أنها عقدت اجتماعاً مع أعضاء اللجنة التنسيقية لممثليها المنتسبين في الشركات العامة التابعة للوزارة لمناقشة موضوع الرواتب المتبقية للعام 2015 والتي لم يتم دفعها من قبل وزارة المالية لغاية الآن. دعا النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية جمال المحمداوي الحكومة إلى استثمار الموارد الاقتصادية غير المنظورة ودعم المنتج الصناعي لمواجهة الأزمة
الاقتصادية. يستمر البنك المركزي بمزادات العملة دون تخفيض استثنائي رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وقد باع البنك المركزي الخميس أكثر من 201 مليون دولار في مزاد العملة الأجنبية، بعد أن باع الأربعاء أكثر من 213 مليون دولار بنسبة مرتفعة عن الأيام السابقة التي كانت دون هذه المبيعات. ورغم الأزمة أيضا أعلن المركزي تبرعه بكمية من الذهب. والحديث عن هذا الموضوع تنضم معي هنا في الاستوديو النائبة نور البشاري عضو اللجنة المالية البرلمانية لجنة الاقتصاد والاستثمار. حياكم الله. يعني قد يتحدث الكل يرفض مزاد البنك المركزي، والكل نعم. يقول انه ما ممكن ان يستمر، لكن المزاد مستمر. نعم. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي قناة الرشيد. هي المشكلة الخلل في سياسة البنك المركزي اليوم، يعني موضوع العملة ومزاد العملة صراحة ضيع علينا أموال كثيرة جدا إلى للبلد، ولحد الآن البنك المركزي مستمر بمزاد بيع العملة. يعني اليوم المشكلة المواطن هو ضحية ما يجري من يعني أخطاء، وخاصة الأخطاء الاقتصادية، ووصلنا لما وصلنا إليه. يعني دائما نستضيف سيد محافظ البنك المركزي ونتكلم عن سياسة جديدة للبنك المركزي، ولديه أدوات وآليات في البنك المركزي يجب أن يطرحها. اليوم في أمس الحاجة نحن لطرح آليات وأدوات جديدة للبنك المركزي، وخاصة موضوع مزاد بيع العملة. لكن أكو جهات مستفيدة من المزاد؟ يعني بكل صراحة يعني موضوع هو خطر جدا وحساس، ويمكن شخصيات سياسية كبيرة تكلمت عن موضوع البنك المركزي، ويعني أرادت أن تفتح ملفات البنك المركزي، لكن مع الأسف يعني لم تستطع أن تفتح هذا الموضوع اعتيادي. لو لم تكن هناك راح يكمل كلامنا. نعم. الكل تشكي من المزاد، كل الخبراء، كل المعنيين يقولون أنه المزاد ما ممكن أن يستمر بهذه الطريقة بيع العملة، لكن هو بالواقع موجود وما حد يقدر يوقفه. يعني اعتيادي جهات متنفذة، هذه بكل صراحة. لو لم تكن هناك جهات متنفذة موجودة سواء في الحكومة أو حتى خارج الحكومة، المهم هي جهات سياسية متنفذة موجودة تستفاد من مزاد بيع العملة، وهي الرابح الأكبر من هذا المزاد. ولو لم يستمر المزاد لحد الآن يعني بهذه الأمر الخاطئ جدا، أدى إلى انهيار يعني اليوم اقتصاد البلد. زين، ممكن نشوف فائدة لهذا المزاد حتى نقول إنه والله من باب هاي الفائدة البنك باقي مستمر به؟ يعني اليوم قلت لك البنك المركزي يستطيع أن يطرح آليات جديدة. يعني اليوم حتى موضوع المواطن يستطيع أن يستفاد من هذا الوضع. موضوع عندنا الادخار، يعني هناك آليات صراحة البنك المركزي فاتحها فقط للمصارف. يعني موضوع الادخار المسائي مثلا، يوضع التجار وأصحاب الشركات أموال يعني في المصارف، وفي اليوم الثاني تسحب هذه الأموال بنسبة فائدة حوالي 2%. وهذا البنك المركزي لم يفتحه فقط للتجار والشركات، لم تسمح للمواطنين. لو يعطي اليوم فرصة البنك المركزي للمواطنين باستغلال هذه يعني النافذة، واليوم لدينا مواطنين يمتلكون مبالغ كبيرة، يعني مدور اليوم موجود من العملة العراقية داخل البلد، يعني مبلغ كبير جدا، يعني يسلمها باليوم ثاني يوم يسحبها. نعم، 2% يأخذ نسبة الادخار من هذا المبلغ أو البنك المركزي. يعني هو الآلية، يعني صراحة السياسة النقدية تحتاج إلى يعني متخصص في السياسة النقدية حتى يستطيع أن يطرح يعني هذه الآلية، لكن هي بها فائدة للبنك وللتاجر وصاحب الشركة. لو البنك المركزي سمح للمواطن، يعني إحنا حوالي عندنا يمكن 42 تريليون دينار عراقي مطبوع من 2004 لحد الآن، الموجود الآن عندنا بس فقط 17 مليار موجود بالمصارف وبوزارة المالية، يعني المدور 25 تريليون دينار عراقي هذا موجود يعني في الشركات لدى المواطنين. لو هذه المبالغ استفيد منها وادخرت فيها يعني، والبنك المركزي فتح المجال، هذه أيضا تعطي حركة للبنك المركزي وأيضا المواطن أنه يستفاد. اليوم سياسة الادخار ضعيفة جدا بسبب عدم ثقة المواطن بالحكومة، أنه في حال ادخار المبالغ في البنوك والمصارف
يعني أي لا سامح الله مثل ما حدث اليوم في محافظة نينوى والنازحين لا يستطيعون أن يسحبوا أي مبلغ لديهم مودع في هذه المصارف، يعني هي استولت عليها داعش، ولكن ما ذنب المواطن اليوم؟ الحكومة مسؤولة عن توفير هذا المبلغ، فلحد الآن الحكومة قرار من مجلس الوزراء لا تسمح لأي مواطن نازح من هذه المحافظة الساخنة بأن يستعيد دينار واحد من مبالغه المودعة في هذه المصارف. أكو عندنا مشكلة بقضية التعامل مع المصارف الأهلية؟ يعني لدينا مشكلة اليوم، المصارف الأهلية مع كل الأسف قسم قليل بسيط جدا، يعني تعمل بآلية صحيحة ومستخدمة الأدوات والتطورات الموجودة والتكنولوجيا، لكن عدد كبير من هذه المصارف مع الأسف يعني فقط مستفادة، يعني استفادة كأنما لها للمصرف فقط وليس لسياسة الدولة النقدية أو للمواطن. وهي حتى سياسة الدولة النقدية ما قدرت أن تخلي مستفادة، وخلت التعامل بس ويا الرافدين والرشيد. مصارف حكومية. هي مو هي المشكلة، إنه ما كان أكو تعامل ويا الأهلي، المصرف الأهلي حتى نقول إنه. لكن قبل يعني سنتين طرحت آليات جديدة وانطت مجال للمصارف الأهلية حتى باستثمار رأس المال اللي مودع في البنك المركزي، أعطتهم الفرصة بأن يستثمروا هذا المبلغ، لكن لحد الآن إحنا افتقدنا إلى التطور في عمل المصارف بسبب إنه فترة الحصار وما جرى في 2003، لحد الآن نحتاج إلى التطور في عمل المصارف خاصة المصارف الأهلية. زين بعيداً، احنا تحدثنا كل واحد يريد يفتح الملف المزاد والبنك المركزي يبتعد عنه وينتهي التصريحات بعد ما يطلع عنه بتصريحات عنترية وغير هذا الموضوع. كصلاحيات مجلس النواب عندكم الصلاحيات انه توقفون هذا المزاد؟ يعني والجهة الوحيدة المسؤولة عن البنك المركزي هي مجلس النواب. جين. لكن قلت لك بكل صراحة، يعني أي شخصية تفتح موضوع مزاد بيع العملة وكأنما فتحت عليها يعني شلون نقول نار من جهنم، لا يستطيع أن يستمر بهذا الموضوع، وموضوع يعتبر يعني يمس شخصيات متنفذة ومستفيدة من مزاد بيع العملة. بالتالي ممكن نقول نسبة الفساد هي مرتفعة؟ يعني نسبة لا يستهان بها ومبالغ كبيرة جدا، هي يعني اليوم مع الأسف لم يستفد منها المواطن العراقي فقط في جيوب المفسدين. هي المشكلة اليوم احنا المفسدين، احنا مو نشجع على الفساد، لكن المفسد اليوم يسرق أموال الشعب ويخرجها خارج البلد حتى ما يستثمرها داخل البلد، حتى نقول قدر يستفاد جزء بسيط منها اللي داخل البلد وإنما تستثمر خارج البلد. طيب اسمحي لي أن أشكر حضرتك النائبة نورة بشاري عضو اللجنة الاقتصاد والاستثمار البرلماني. شكرا لك. أعلن الرئيس لجنة الصحة النيابية فارس البركاني أن اللجنة اتفقت مع وزارة الصحة على قطع 80% من الأدوية المخصصة لمحافظة نينوى وتحويلها لنازحي المحافظة في إقليم كردستان. خبرنا الأخير من وزارة النفط، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد بأن الوزارة قررت تخفيض سعر لتر البنزين المحسن عالي الأوكتين إلى 750 دينار، فيما أشار إلى أن المحطات المجهزة لهذا النوع من البنزين باشرت بالتسعيرة الجديدة اعتباراً الأحد. أنا أتمنى أنه دقيقة واحدة على هذا الموضوع، يعني بعد ما كان سعر لتر البنزين 950 دينار صار 750 واللتر العادي 450، أتمنى أنه للأيام المقبلة لا يصير حتى لتر نقول المحطات كلها بعد تعمل بالمحسن ونصعد لتر 450 نسويه 750، بالتالي الحكومة استفادت 100 دينار على كل لتر بنزين، لأنها خسرت 200 بالمحسن وراح تربح 300 بالعادي، راح يصير الفرق 100 دينار، نزلنا هذا وصعدنا هذا، لأن المواطن بعد ما يتحمل راح توصلون إلى للبنزين. أتمنى أن هذه القضية لا تكون بداية لتوحيد سعر البنزين كله 750، وبالتالي راح يصعد على المواطن اللي راح يعني يتأثر حتى حياته اليومية، لأنه راح يتأثر على سائق التاكسي أو حتى الموظف أو اللي ماخذ خط يروح يجي بيه دارته. حلقتنا انتهت، اسمحوا لي أن أشكركم، عندنا موعد يتجدد يوم غد، مع السلامة.